يكون الجهاد ما فيه فرصة الجهاد ما فيه والله ما فيه إلا تقدم. وأنتم تثقوا في جيشكم وفي قيادته وفي أمر كتيبتكم وأمر محوركم. بإذن الله الأيام الجاية والله المعنويات حتكون عالية، واللي جاي والله أفضل وحتشوفوا شيء ممتاز. وإحنا مش محتاجين لمعنويات، مش محتاجين لمعنويات، معنوياتنا عالية وعندنا شهداء وجرحى إن شاء الله ربي يتقبل الشهداء والجرحى. بعضها تضحيات هذه كلها كان بالرشاد مش بالرصاص. توخير هذا ما فيش، في تقدم بس إن شاء الله، وفي مواضعنا وصامدين ومنتصرين بإذن الله تعالى. والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، من نصر إلى نصر إن شاء الله يا أبطال. يستلم الجامل يا فندم 3 6.